مساء الخير، معاكم شيماء شومان، جامعة الأزهر، دفعة 2022 من جروب جي. البروجكت بتاعي في الفيس 2 بيتكلم عن الجيت بارير سيستم. الجيت بارير سيستم ده عبارة عن بوابات إلكترونية. بدأت أبحث إيه مفهوم الجيت بارير سيستم أو البوابات الإلكترونية ده. البوابات الإلكترونية دي عبارة عن بوابات مهمتها هي حماية المنشآت وتنظيم عملية الدخول والخروج لكل سيارة، بتكون مصنوعة من أجود أنواع المعادن اللي بتتمتع بدرجة حماية عالية. الأي بي بتاعها بيصل لأي بي 67، ده بيخلي عندي إن البوابات تتحمل أشعة الشمس بدون تأثر على المكونات الداخلية بتاعتها. بتحميها كمان من العوامل الجوية زي الصدى والرطوبة والأمطار والندى، وده بيخلي عمرها الافتراضي كبير يصل لعشرين سنة. مقدرش يعني مكنش في حاجة إن أنا أغيرها كل فترة قصيرة. كمان البوابات الإلكترونية دي فيها الذراع بتاعها بيكون مكون من ذراع ألمونيوم، في عواكس مضيئة بالليل علشان تنبه قائد السيارة إن في حاجز أمني. كمان في إضاءة بتكون مختلفة زي ما قلنا على طول الذراع في بعض الموديلات المختلفة. الذراع بتاعها بيكون متوفر عندي بأطوال مختلفة جدا من متر لحد 4 متر، وفي أنواع تانية من 6 متر ل8 متر. سرعة التحرك بتاع الذراع الهبوط والصعود عندي بتصل 2 ثانية للمرة الواحدة. ده ليه؟ علشان يديني إمكانية إن أنا أستخدمه في أماكن شديدة الزحمة، يعني وجود سيارات كتيرة محتاجة إن هي تمر علشان يتحمل الأعمال الشاقة. المرور عندي هيكون من خلال السكيورتي اللي هو فرد الأمن موجود جنب الجيت بارير سيستم اللي هي البوابات الإلكترونية، هيضغط على الزرار وهيتم عملية الفتح، ودي عملية فتح يدويا او عن طريق ريموت كنترول الموجود مع قائد السياره او السائق او السكيورتي. يعني رقم 3 بالكارت او البصمه، ان كل صاحب سياره معاه كارت يقدر يعمل له اكسس ويفتح البوابه الالكترونيه او عن طريق شريحه الكترونيه. الشريحه الالكترونيه دي هتكون شغاله ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الترا فريكوانسي ريدر، دي بتكون منتشره في الانظمه بتاع البوابات الالكترونيه. هيتم تثبيت الكارت ده على زجاج السيارة، ويكون التواصل بين الكارت والريدر عن طريق موجات عالية التردد. أول ما هيتم قراءة الريدر أو البوابة الإلكترونية للكارت اللي متثبت على زجاج السيارة هيقدر يعمل له أكسس ويفتح. طبعا علشان هو بيكون بالأشعة يعني أو بتردد عالي، فهيقدر يفتح عن بعد كبير 15 متر مثلا. في انواع عندي مختلفه من انواع الريدر زي السمارت كارد ريدر، هيقرا السمارت كارد، وعندي البروكسيميت كارد ريدر هيقرا البروكسيميتي كارد. كمان في عندي مميزات للبوابات الالكترونيه دي، ان هي بيكون فيها بتديني احصائيات وتقارير للوقت والتاريخ لعمليه الدخول والخروج لكل سياره، بحيث ان هي بتبدا تسجل ارقام السياره او ارقام اللوح بتاع السياره، وكمان بتصور الاشخاص او السائق اللي موجود جوه السياره. وهي كمان فيها كاميرات مراقبه، فبتقدر تخزن الصور دي جواها علشان لما احتاج ليها يعني اقدر ارجعها. كمان بتظهر ليا البيانات بتاع السياره وصاحبها. كمان في من ضمن المميزات بتاع الجيت بارير سيستم دي ان هي فيها مستشعرات ارضية. مهمة المستشعرات الارضية دي ان هي بتديني وقت كافي لعملية المرور، بحيث ان الحاجز او الذراع بتاع البوابة الالكترونية دي ما يقفلش الا ما السيارة تمر. يعني لو السيارة حصل فيها عطلة او ما مرتش لاي سبب ايا كان هو ايه، ما يتمش الاغلاق بتاعها يعني ويسبب في حدوث اي مشكلة او كسر في السيارة. بيكون عندي منها انواع مختلفة جدا زي الايطالي RIB والبي اف تي والاف اي اي سي، وفي منها نوع تاني صيني. طبعا البوابات دي بتكون منتشرة جدا في الحارات المرورية الموجودة على المداخل والمخارج في المدن الجديدة زي الكومباوندات والمولات التجارية والمصانع والشركات، وكمان بيستخدموها في الطرق السريعة الكارتة. طبعا منها مقاسات كتيرة للذراع بتاعها، قلنا من متر لتمانية متر. اقدر استخدم بقى على حسب طول الحارة اللي انا محتاجاها يعني اعمل ليها حاجز امني. كمان بتكون موجودة فيها اضاءة على طول الذراع عشان تنبه بالليل الشخص او قائد السيارة ان في حاجز امني ياخد باله. يعني
كمان بيكون موجود فيها انواع مختلفة بقى لعملية الفتح، زي ما قلنا عن طريق ريموت كنترول او عن طريق سيكيورتي او عن طريق شريحة الكترونية بتكون متثبتة على الزجاج بتاع السيارة. بستخدمها في اماكن كتيرة جدا زي المولات والفنادق والمستشفيات والاماكن السكنية اللي انا محتاجة فيها عملية امان يعني، وعملية تنظيم للحركة بتاع المرور. بس